احتجاجا على انهيار سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، أغلقت كافة الشركات والوكالات الدوائية أبوابها وأعلنت عن إضراب شامل في محافظة حضرموت. تأتي الوقفة الاحتجاجية من قبل تجار ومندوبي وأيضا مدراء فروع المنشآت الأدوية بساحل حضرموت، تضامنا مع المواطن نفسه نتيجة لاضطراب العملة الأجنبية وتدني الريال اليمني مقابل العملات الأخرى. وتؤكد الشركات والوكالات الدوائية على استمرارها في إغلاق أبوابها إلى أن يتم إيجاد حل ومعالجة سريعة للأزمة الاقتصادية التي يكابدها المواطنون جراء انهيار العملة الوطنية. بالنسبة للوقفة هذه تمت نتيجة تدهور العملة، ومما عكس يعني معاناة الناس من ارتفاع الأسعار في الأدوية وفي الغذاء برضو، وتضامنا مع الناس ونتيجة تضرر المنشآت الدوائية من هذه من توقف أعمالها عدة مرات، يعني توقف أعمالها نتيجة ارتفاع المفاجئ للعملة. وتؤدي الاضطرابات المستمرة في سعر صرف العملة المحلية إلى اختلاف أسعار الأدوية بين الصيدليات، ونتيجة ذلك يفقد المواطن ثقته في مهنة الصيادلة ومالكها. نتائج هذه الاضطرابات في العملة اليمنية تؤدي إلى اختلاف الأسعار بين الصيدليات بالنسبة للمواطن نفسه، بحيث أن المواطن يذهب إلى صيدلية فيجد أن الأسعار تختلف عن الصيدلية الأخرى، مما يؤثر في ثقة المواطن بصاحب الصيدلية نفسه. بالنسبة أيضا للتاجر فهو أيضا يمشي ضمن إطار هذا الضرر، بحيث أنه يشتري في يوم بعملة أجنبية ثم يلاحظ في اليوم الثاني بعد اضطراب العملة مباشرة بيومين أو ثلاثة أيام يجد أن الارتفاع قد تم مقابل الريال اليمني في سلعته، لذا يضطر يخرجها في السوق بسعر الجديد. ولم يجد مالكي الشركات والوكالات الدوائية أمامهم سوى إلا إغلاق أبوابها للتعبير عن السخط والاستياء من سوء إدارة الدولة وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.